درست سنتين كسنة مع وليداتي في الدار. الانسان يحترم، عندي شي حاجه من واحد ماشي يتقدى لوليداته في المارشي ولا شي حاجه يمشي، ما عنده شي قص في دار وليداته يتفادى بالمشاكل يتفادى، تبقى بنادم الحمد لله مهني، ما الحمد لله بنادم يمشي للجامع، بنادم يصلي الاوقات ديالو ويجلس مع وليداته ويراجع معاهم. من احسن واحد يدخل دارو احسن، وفي الحقيقه مزيانه داروا هذه القضيه هذه ديال الدخول مع تسعود احسن، حيت تكثروا بزاف المشاكل، الناس تتكسر الحوادث في راس العام، فهمتي؟ اللهم من احسن انت زعما من تديروا تدابير مزيانه، عجبوني الحال بصراحه. بالعكس مزيان، مزيانه زعما مزيانه للشعب كامل، مزيانه لينا حنا كاملين، يعني في صالحنا حنا كاملين الشعب الصراحه، والبوليس الله يعاونهم والله ينصر المغرب ديالنا، وديما المغرب اللي يكون زوين. تنقول لك كله وكيفاش تيشوفها، كاين اللي كيشوفها بانها تقطع عليه، كاين اللي كيشوفها بانها مزيانه. كتجي الاقتصاد عاوتاني كتلقى كلشي طايح، دابا كتشوف كلشي واقف، مع راس العام كاينين الناس اللي كيتحركوا في راس العام، الحلاوي فهمتي والهدايا وكلشي، دابا كلشي وقف، كاين اللي مقدي، كاين اللي واخد 20 30 مليون 100 مليون ديال السلعه دابا واقف، فهمتي؟ كتزيد كارثه اخرى عاوتاني. راه السنه دائما كيكونوا فيه شي مسائل خايبه، كيوقعوا دي زاكسيدون لان الناس كيمشيو كينشطوا كيديروا مسائل هذا، ومعمر لو بيلون ديال راس السنه كيكون دائما ديزاسترو، فهمتي؟ ما كيمكنش يخرج بسلام. هذا الحضار راه مزيان، اولا مزيان الصحه ومزيان المجتمع باش ما يخرجش يدير مسائل يسكر ويدخل في شي حيط بالطوموبيل ولا يدابزو، راه كيوقعوا مشاكل. لان حنا ملي كنا صغار كنا كنمشيو ثاني عند راس العام كنساليوها في الاخر ديال راس العام بشي شكل. اللهم مزيان هذا الحضر، الحضر هي بحال شي بحال بريفونسيون، كيخليو كيحيطوا بالناس باش ما يتضروش، وهذا الشيء من غير المرض، من غير هذا كوفيد، وهذا كوفيد عاوتاني حاجه اخرى، عاوتاني زايده حاجه اخرى. ولا هادشي كنقول لك الا ما كان حتى شي مشكل، ما كان لا ميكروبات ولا بانديمي ولا حتى شي حاجه، راس السنه دائما كيكون عنده ان بيلون سميتو نيجاتيف ماشي بوزيتيف، كيكون فيه المشاكل. بالنسبه للناس اللي كيحتفلوا يعني هما احرار، ولكن الانسان يحتفلوا يعني تحت السيطره، ما خاصش الانسان يعني يدي ذاك الاحتفال يؤدي به يعني ياخذ المرض ولا يعطيه للناس اللي يعادي الناس اللي دايرين به، فهمتي؟ الانسان خصو يحتاط مزيان وياخذ جميع الاجراءات. يعني هذا المسائل كامله هي مزيانه بالنسبه ليه وبالنسبه للاشخاص اللي دايرين به. كندوزو في الدار راس العام، كندوزو في الدار، ما كان عندي فين كندوزو الصراحه. حنا مع وليداتنا ومع خوتنا ومع الوالدين الله يرحمهم، وماشي هكا يعني الحمد لله. واش نقول لك كندوزو في الدار ديالي، فهمتي؟ هادشي اللي كيفاش كندوزو في الدار غير في الدار، ما عمرني ما خرجت، ما عمرني زعما ما مشيت لشي بلاصه، دائما في الدار مع العائله ومع وليداتي. الله يهديهم ويبقوا في ديورهم، هادشي ما كيبقاو يبقوا في ديورهم. اخويا بالنسبه لهاد يعني هاد السنه الجديده يعني هاد الاجراءات اللي اتخذت الدوله يعني اجراءات مفيده يعني بالنسبه للناس باش ما يوقعوش مشاكل. كتعرف بزاف الناس كيتعاطوا يعني الكحول وسميتو وقعوا مع الاكتضاد ديال الناس وداك الشيء يقدروا يوقعوا في مشاكل، يقدر يعني هاد المرض يتزاد، ويعني هاد المرض صعيب شويه. بالنسبه لهذا الوباء هذا يعني صراحه اللهم البنادم يلتزم بالتدابير الوقائيه ويلتزم بالداك الشيء اللي عطاتنا السلطات، ولا بنادم يولي في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. اللهم الوقايه خير من العلاج، وبنادم حتى لا بغى اللهم راس العام مع وليداتك ومع عائلتك جالس وكتضحك معاهم ولا تسمع شي حاجه ماشي هي هذا ويوقعوا شي كوارث. ونطلبوا من الله يرفع علينا هذا الوباء، وكنشكروا السلطات بزاف، وكنشكروا الامن الوطني على المجهود اللي كيدير صراحه، كنشكروهم بزاف 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 بزاف. انا لو كان بيدي نمشي لعندهم المركز الامن ديالهم لولايه الامن والله ونعطيهم تحيه خاصه لهم، لان صراحه ذاك المجهود اللي شفناه وخصوصا في الحجر الصحي، ضحاو بالعائلات ديالهم، ضحاو بنفسهم، ضحاو بزاف الحوايج مقابل باش حنا كيطلبوا منا شنو غير نلتزموا في ديورنا، ونسبه كبيره منا ما بغاتش تلتزم.
انا لو كان عليا هاد التدابير وهاد هاد نسيت شنو هاد حالات الطوارئ اللي داروا دابا، لو كان عليا انا تبقى ديما تسعود بنادم يدخل لدارو. ما كاينش لاش بنادم يبقى فوق تسعود، شنو بغيتي من هاد فوق تسعود؟ شنو غادي تحصل على من فوق تسعود؟ ما كاين حتى شي حاجه. الوليدات يجلسوا مع والديهم، حتى فديك الايامات ديال الحجر الناس قربوا من بعضياتهم، الوالدين عرفوا الهموم ديال الوليدات ديالهم، عرفوا ديورهم شنو خاصهم، عرفوا الزوجات ديالهم شنو خاصهم، وكنطلبوا الله الله يهدينا كاملين ونلتزم. ونصيحه اللي كنتمنى الله يرفع لنا الوباء، هادشي اللي كنتمنى جميع المغاربه زعما نلتزموا بهذا الشيء اللي عندنا، والوقايه خير من العلاج. واش نقول لك، الله ينصر سيدنا ولا يحفظ بلادنا ويرفع لنا الوباء، والله الله ينصر سيدنا.